السلام عليكم، معكم طلال نقار، تابع معكم بسلسلة النيفروباثولوجي. وصلنا للحالة رقم 9، نستعرض الحالة. في عندنا مريضة كوكيجن يعني بيضاء، عمرها 74 سنة، راجعتنا بشكوى نيفروتيك سيندروم مع مايكرو هيماتوريا، يعني في بيلة دموية بس مايكرو ما بتقدر تشوفها بالعيان، إضافة إلى النيفروتيك سيندروم. بقصتها المرضية في عندها قصور درق طويل الأمد، في عندها اكتئاب، في عندها ارتفاع ضغط شرياني في عمره 3 سنوات أو مشخص من 3 سنوات. بأدويتها في ليفوثيروكسين، ميتوبرولول، الإيربيزارتان، الهيدروكلورثيازيد، سيرترالين، مونتيلوكاست، والفيكسوفينادين. بفحص السريري ضغط الدم عندها 138/80، في عندها وذمات بالطرفين السفليين 2 بلس. المريضة عم تقول ما عندها قصة سكري، عم تنكر وجود قصة سكري، ما عندها فيفر، ما عندها حمى او راش او طفح جلدي، ما عندها ألم بالمفاصل، ما عندها ما شافت دم عيانيا بالبول. بفحوص بتحاليل الدم عندها الكرياتينين 1.3، البيو ان 43، بول 24 ساعة كان عنده بروتين 5.12 نيفروتيك رينج، في عنده الألبومين 3.3 الهيماتوكريت 31.4، كريات الدم البيضاء كانت طبيعية، الصفيحات طبيعية، وبقية تحاليل المصل كانت طبيعية، وبيشمل هذا الصوديوم، البوتاسيوم، الكلورايد، البايكارب والكالسيوم. بفحص البول في عندها البروتين 3 بلس، في عندها مايكروهيماتوريا، ما عندها ار بي سي كاست، ما عندها اسطوانات. التحاليل المصليه عندها كانت كلها سلبيه، وهذا بيشمل الان اي، بيشمل الانكا، بيشمل الهيباتايتس بي انتيجين، هيباتايتس سي انتي بودي، بيشمل الاتش اي في، ريماتويد فاكتور، الكرايوغلوبولين. الكومبلمنت بالمصل سي 3 وسي 4 كانوا ضمن الحدود الطبيعيه. نعمل لها رحلان كهربائي للبروتين بالمصل، وكان في اظهر نقص بالالبومين ونقص بالجلوبولين، ما شوف سبايكس. مثل ما شايفين السيروم بروتين الكتروفوريسيس بالمصل وبالسيروم وباليورين ما كان في سبايكس او مونوكلونال بروتينز. حجم الكليتين كان 10.4 بالالتراساوند بالنسبة للكلية اليسار، و 10.3 بالنسبة للكلية اليمين. نعمل لها خزعة كلية. هذا السلايد الأول، نعطيكم 5 ثواني. هذا السلايد الثاني. هذا السلايد الثالث. immunofluorescence لل IgG، هذا immunofluorescence للكابا واللامدا، هذا immunofluorescence لل IgG subclass IgG 1 و 2 و 3 و 4، وهذا المجهر الالكتروني. السؤال: ما هو أفضل تشخيص لهي المريضة؟ هل هو primary membrane proliferative glomerulonephritis التهاب كبد وكلية منمي غشائي بدئي أو مجهول السبب؟ هل هو acute post infectious glomerulonephritis التهاب كبد وكلية تالي للإنتان حاد تبع السبتو؟ هل هو light and heavy chain deposition disease دا السلاسل الخفيفة ترسب السلاسل الخفيفة والثقيلة، عرضنا حالة شبيهة؟ هل هو proliferative glomerulonephritis التهاب كبد وكلية منمي with monoclonal IgG deposits مع توضعات معقدات مناعية وحيدة النسيلة؟ هل هو immunotactoid glomerulonephritis التهاب الكبد والكلية المناعي؟ التاكتويد هي المغزري أظن بترجمتها أو هيك شيء بهالمعنى. فما هو التشخيص الأفضل بين هالحالات؟ بعطيكم شوية وقت، ممكن ترجع بسلايدات ونرجع نناقش الحالات. ببدأ بقراءة السلايدات. بداية الملون المستخدم بهي الكوبة الكلوية هو الهيماتوكسيلين إيوزين، ماني شايف اللون الأرجواني هون، وبالتالي هذا ما هو PAS. بنظرة من بعيد للكوبة الكلوية رح تلاحظوا شغلة بسموها lobulation، مثل تفصص أو فصيصات أو إيش اللي بدكم تسموها. لاحظوا أنه الكوبة الكلوية مجزأة لأجزاء
أظن هذا الشيء واضح، هذا مميز لنمط الـ MPGM pattern of injury. فهذه أول ملاحظة لوبيوليشن. الملاحظة الثانية عندي proliferation، في عندي زيادة بالخلوية تكاثر بالميزانجيوم وبالإندوكابيلاري حتى بالإندوثيليوم. الكابيلاري لوما ما عم تشوفوها مفتوحة، ماني شايفها مفتوحة بشكل جيد، في تكاثر خلوي داخلها إضافة للميزانجوم، في توسع في إضافة إلى تكاثر خلوي بالميزانجوم. فهذا النموذج الإصابة، هذا MPGM pattern حقيقة. هلا هون هذا بروليفريتيف، بس الممبرينس بنشوفه ممكن بالسلايد الثاني. هذا ملون الـ PAS، لاحظوا اللون الأرجواني هون واضح. لاحظوا اللوبيوليشن أظن صارت أوضح، ربما هون عم تعطي اللوبيوليشن عم يكون أوضح. البيزمنت ممبرين ما بعرف إذا شايفين الدوبليكيشن بالبيزمنت ممبرين، هذه الممبرينس بارت أوف ذيس ديزيز، يعني أنت عم تحكي عن ممبرينس بروليفريتيف، هذا الـ MPGM pattern of injury، فهذا الدوبليكيشن. هلا ممكن نتناقش انه هذه سكليروتيك ليجن مثلا هون شايفها، ممكن يكون، انا ماني كثير متاكد صراحه. بالنسبه للإيمينوفلوريسنس، هذه بوزيتيف للاي جي جي، النمط تبعه جرانيولر حبيبي، يعني ما هو خطي. توزعه بيري كابيلاري، هذه الكابيلاري، والميزانجوم حتى بالميزانجوم موجود الاي جي جي. لما عملنا كابا ولامدا، لاحظوا انه بوزيتيف للكابا ونيجاتيف لللامدا، فهذا بيدل على انه في مونو كلوناليتي، ما في ريستريكشن، فعم يكون ايجابي للكابا ونيجاتيف لللامدا. تمام، لما عملنا الاي جي جي سب كلاس كلهم كانوا نيجاتيف باستثناء الاي جي جي 3، وهذا كمان بيدل على انه في ريستريكشن، في عندي مونو كلوناليتي. بالمجهر الالكتروني، هذا هو البيزمنت ممبرين، هذه الميزانجوم، هذه الكابيلاري لومن. لاحظوا انه البيزمنت ممبرين ما كثير واضحه الصوره حقيقه، بس هذه معقدات من هذه ديبوزيتس حقيقه، هي معقدات مناعيه موجوده بالميزانجوم وموجوده بالبيزمنت ممبرين. ربما الصوره ما كثير هي الافضل حقيقه، بس هذا البيزمنت ممبرين اكيد فيه معقدات او فيه ديبوزيتس، فيه ترسبات. فالتشخيص بهالحاله proliferative glomerulonephritis with monoclonal IgG deposits، هذا أفضل تشخيص لهالحالة. المناقشة تبعهم تقريبا نفس الحكي اللي حكيته، في فرط خلوية، في lobularity، mesangial endocapillary proliferation، في ارتشاحات بالنيتروفيل ما شوفيتكم إياها بس موجودة، ممكن نرجع نشوفها. قرأوا شوية نودجلر ميزانجيال سكليروسيس، مرة تانية وجود سكليروسيس بالباثولوجي لا يعني تشخيص الـ FSGS، لازم ممكن يكون تظاهرة لأذية مزمنة بالكب الكلوية. هلا الدبليكيشن، شوفيتكم دبليكيشن، وهذا حط تشخيص الممبرينو proliferative pattern، فهذا نمط أذية. نمط الأذية كان هو MPGN، فالتشخيص بقى هوني لما بحثنا بالتشخيص التفريقي تبعه الإيمينوفلوريسنس والمجهر الإلكتروني، شوفانا أنه في عندي monoclonal IgG deposits، وهذا خلانا نحط هذا التشخيص. فنفس الحكي اللي حكيناه، ترسبات جرانيولر بالإيمينوفلوريسنس للIgG بالأوعية وبالميزانجوم. هلا ما اظهروا لنا C3 وC1Q، ما شوفوا لنا الداتا تبعهم، بس كانوا بوزيتيف ل C3 وC1Q، والIgM والIgA كانوا نيجاتيف، فقط C3 وC1. الكابا كان بوزيتيف، لامدا كان نيجاتيف مثل ما قلنا. هلا الIgG كان موجود فقط بالكابيلاري، بينما ما كان موجود ببومن كبسول او بالتوبيلار بيزمنت ممبرين. نتذكر بالهيفي تشين ديبوزيشن ديزيز الاي جي جي كان موجود بكل الاماكن، موجود بالميزانجوم، موجود بالكابيلاري، موجود ببومن كبسول، موجود بالتيوبل تيوبلر بيزمنت ممبرين. فهذا مشان الواحد يعرف التشخيص التفريقي. مثل ما قلنا اللامدا كان نيجاتيف. هلا لما نعملوا الاي جي جي سب كلاس اللي هي اربع انواع الاي جي، كان الاي جي جي 3 فقط هو البوزيتيف، وهذا بيدعم الريستريكشن انه في عندي مونوكلوناليتي. الالكترون مايكروسكوب مثل ما قلنا ما قدرت اقرا الدوبليكيشن حقيقه، الصوره ما كثير واضحه، بس الجرانيولر ميزانجل والسب اندوثيليال ديبوزيتس كانت واضحه بالبيزمنت ميمبرين على الجي بي ام.
ماني شايف هاي المعادلة لها قيمة. فالتشخيص اللي حطيناه أخيرا هو الـ PGN-MID اللي هو Proliferative Glomerulonephritis with Monoclonal Immunodeposits. هذا هو تشخيص الحالة. هلا المرضى بيكون عندهم نيفروتيك سيندروم، بيصير معهم قصور كلوي، ارتفاع بالكرياتين والهيماتوريا. نيفروتيك سيندروم بيكون مع هيماتوريا اكيد بهالحاله. بخزعه الكليه مثل ما قلنا النموذج هو غالبا ام بي جي ان نموذج الاصابه. في معقدات مناعيه بتتوضع بالكبه الكلويه، عاده تحوي سنجل لايت تشين وسنجل هيفي تشين، يعني اي جي جي 3 جاما مع كابا سوا. بالالكترون مايكروسكوب حكينا عن الجرانيول نون اورجانيزد ديبوزيتس، وهذا بيبعدنا عن التشخيص الثاني تبع المونوكلوناليتي مثل الاميلويد ومثل اللايت تشين ديبوزيشن ديزيز. هدول المرضى عاده ما بيكون في عندهم مونوكلونال سيروم بروتين، فقط 20% ل 30% منهم بيظهر، ممكن نكشف بالاسبيب او اليوبيب في عندهم مونوكلونال سبايك على الرحلان الكهربائي. نسبة قليلة جدا منهم ممكن نشخص لهم او ممكن يطوروا فرانك مولتيبل مايلوما مع الزمن. فهذا المرض اللي هو المعقدات المناعية بتتوضع هون بالكابيلاري تبع الكبة، بيشبه تماما الامراض الثانيه مثل الليبوس نيفرايتس مثل الهيباتايتس سي، بس هون المعقدات المناعيه جايه من المونوكلونال بروتين حقيقه. فهذه اليه ثانيه لاصابه المونوكلونال بروتين او ديسبارابروتينيميا، كيف تصيب الكليه بهذا المرض. التشخيص الثانية البرايمري ما عاد مقبول بهالايام نقول برايمري ام بي جي ان، برايمري يعني مجهول السبب. تقريبا معظم حالات الام بي جي ان عند البالغين صار لها اسباب مثل الحالة اللي هو مونوكلونال اي جي جي ديبوزيتس. الاميوتاكتويد شفناه بمحاضرة سابقة، شفنا المجهر الالكتروني وقت بيشوف الالياف الفايبريلز اللي طولها 30 ل 50 نانومتر بهالحالة ما كانت موجودة. اللايت اند هيفي تشين ديبوزيشن ديزيز شفنا حالة، كمان عرضنا حالة بيكون بالمجهر الالكتروني في عندي الباودري ديبوزيت اللي هي الترسبات بشكل بودرة حقيقة، إضافة لأنه نمط الإصابة عادة ما بيكون MPGM، بيكون نمط سكليروتيك ليجين، بيكون ميزانجل إكسبانشن. البوست انفكشوس جلوميرولونيفرايتس ما بيكون في عندي ريستريكشن، نحن عملنا لاحظنا بالإميونوفلوريسنس كان في ريستريكشن للكابا واللامدا. البوست انفكشوس هو بيعطي نمط MPGN أو بروليفراتيف فقط، ما بيكون في ممبرينس، وإله نمط مميز للإصابة ممكن نعرض حالة لاحقة، بس ما بيكون في ريستريكشن، وهذا أجينست إنه يكون هو بوست انفكشوس. هيك بيكون وصلنا لنهاية الحالة، بتمنى أن تكون عجبتكم. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب للقناة ومتابعة بحلقات قادمة إن شاء الله.